احنا اخذنا قبل كده الاندوكراين ايه سيستم، وقلنا مثل الاندوكراين سيستم الامبورتنت او الفانكشن بتاعته ان هو بيعمل سكريت لمين؟ للهرمونز. تمام. قال لي طب ايه يا ميس اصلا الامبورتنس كان بتاعه الاندوكراين اللي هو بيعمل لي ريجوليت او بيظبط لي مين البروسيس انسايد ماي ايه ماي بودي. قلنا كل سيستم كونسيستس اوف ايه ميني اورجانز. طب انا عندي اورجان مهم جدا البنكرياس. البنكرياس ده ميس اصلا ده من الاورجانز بتاعه مين؟ الاندوكراين. قال لي طب البنكرياس ده ميس بيعمل سكريت او بيطلع لي حاجه اسمها الانسولين. الانسولين ده ميس هرمون موجود في البودي ايه بتاعي. الفانكشن بتاعته ان هو بيعمل لي بصي يعني بيعمل لي ريجوليت او بيظبط لي ذا ليفل اوف شوجر، بيظبط لي نسبه الشوجر جوه مين؟ جوه البادي بتاعي. هنقول ان دي السل، السل دي عليها من بره ايه لوك. تمام. اللوك اللي هيفتح السل عشان يدخل لها الشوجر هو مين؟ هو الانسولين اللي جاي من مين؟ من البنكرياس. طب انا دلوقتي يا ميس البنكرياس خلاص طلع لي الانسولين، والانسولين عمل لي اوبن للجيت دي ودخل لي مين؟ الشوجر. تمام. قال لي طب لو حصل بقى ميس او خلينا نقول ان البنكرياس يا ميس بصي doesn't do its function correctly، مش بيأدي الجوب بتاعته صح، ما بقاش يطلع انسولين زي الاول او بيطلع انسولين الاماونت بتاعته مالها صغيره، ده بيعمل لي ديزيز او مرض اسمه دايابيتس اللي هو مرض الايه السكر. خليني اقول لكم حاجات اوسع، ان مرض السكر ده اصلا نوعين تايب 1 وتايب 2. تايب 1 ده ان البنكرياس بتاعه ما بيطلعش انسولين خالص خلاص خلاص خلاص، السيلز كلها حصل لها ايه دامج خلاص، ان السيل بتاعت البنكرياس اصلا ما بتطلعش مين انسولين. فايه اللي هيحصل؟ قال لي يا ميس الشوجر هيقدر يدخل جوه السيل دلوقتي؟ لا، ما اللوك اللي كان بيفتح لي اللوك كان مين؟ الانسولين، ما عنديش انسولين دلوقتي. طب ايه اللي هيحصل؟ قال لي هيعمل الشوجر هيبقى ستي ان ذا ايه ذا بلاد، هيفضل الشوجر جوه مين؟ جوه البلاد. طب يا ميس طب ايه المشكله؟ لا ما ينفعش، هيعمل لي اصلا ميني ايه؟ ميني بروبلم. طب ده كده تايب 1. تايب 2 بقى اللي البنكرياس عندهم بص ايه؟ شغال نص نص، بياخدوا تابلت ماشي؟ احنا دخلنا كليه طب خالص ماشي؟ بياخدوا ايه؟ بياخدوا تابلت. ايه اللي بيحصل بقى؟ التابلت ده بصي بيعمل بصي ايه يعني سبورت او بيزق إيه كده البنكرياس ان هو ايه؟ يطلع ايه؟ انسولين. لكن تايب 1 مفيش خلاص انسولين خالص. تمام؟ في مشكله كده؟ قال لي طب يا مين؟ البيشنت بقى او مريض الدايابيتس دوت بيعمل ايه بقى او بياخد ايه؟ قال لي المفروض بياخد ريجولار انشوت حقن بانتظام. ليه؟ عشان بتعملي ريجوليت بتنظملي ذا ليفل اوف ايه؟ شوجر. تمام؟ ما ينفعش الاماونت اوف شوجر يبقى هاي او لو، ما ينفعش يزيد او ايه؟ او يقل. ليه؟ طب يا ميس لو زاد ايه اللي بيحصل؟ بياخد الانسولين. قبل كده ما بياخد اي ميل بتاعته اي وجبه بتاعته لازم ياخد الايه؟ الانسولين. طب يا ميس بصي افرضي الليفل بتاع الشوجر حصل له ديكريز، البني ادم ممكن يدخل في كوما وممكن يبقى ضايع على طول. ليه؟ عشان السل مش داخل لها ايه؟ مش داخل لها شوجر. مش داخل لها اصلا اي نيوترونز عشان او مش ما عندهاش اي ايه؟ اي انرجي. قال لي طيب في حاجات ثانيه اخترعوها؟ اه في بامب انسولين بامب تبقى موجوده في البادي وبتدي ايه؟ بتدي لي اماونت اوف ريجولار ايه انسولين، بتطلع انسولين ايه عشان يقدر يعمل ريجوليت للليفل بتاع مين؟ بتاع الشوجر. طب دلوقتي الساينتست او الدكتورز بيعملوا حاجه ثانيه خالص، بيعملوا حاجه اسمها ارتفيشال بنكرياس. الارتفيشال بنكرياس زي كده ما بنسمع عن مثلا اللي هي زراعه الكدني والليفر، اسمعوا عنها نفس الحكايه البنكرياس، لان انت متخيله ان البيشنت دوت لو حد بياخد الانسولين وخصوصا لو كد طفل بياخد انت عارفه الدوز بياخد كم مره في اليوم؟ 3 بياخدها في المسلز طبعا، هنا بياخد في الاستامك طبعا، الموضوع بيبقى ايه مهلك جدا، بياخد ثلاث مرات بيتشكشك ثلاث مرات عشان خاطر على قد الميلز اللي هو ايه بياكلها، فطبعا الموضوع بيبقى ايه متعب بالنسبه له. فهم الساينتست او الدكتورز وصلوا لحاجه اسمها ايه ارتفيشال بنكرياس. ليه؟ عشان يعمل ريجوليت ينظم يظبط لي او ينظم لي الليفل بتاع مين؟ بتاع الشوجر في الايه في البلاد، عشان ما ينفعش الشوجر يبقى موجود كده في البلاد. عارفه بيعمل ايه؟ بيعمل لي دامج للنيرفز، بيدمر لي النيرفز بتاعتي. احنا كناس نورمال لا، احنا كل ما بنعمل ايه البنكرياس بيطلع ايه؟ بيطلع انسولين ايه باماونت معينه، عشان كده ما ينفعش كل شويه همهمهم عماله على بطال على بطال، بتشغليها على الفاضي بتشغليها على الفاضي. جبت وقت غلط.